بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى أصحابه أجمعين. كيفكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل حب وكل ود. اليوم معايا مفاجأة لكم، اللي هي مقشر النيل الزرقاء. مقشر النيل الزرقاء للتبييض والتفتيح البشرة، للتبييض وتفتيح البشرة. قبل ما أقول لكم إيش هي المكونات، حابة إني أتكلم عن فوائد النيلة الزرقاء اللي هي المعروفة باسم النيلة الزرقاء المغربية. أول شيء يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم التفتيح، ثاني شيء التبييض، ثالث شيء إنها توحيد لون البشرة، وإنها تشيل التصبغات وتشيل الرؤوس السوداء الموجودة طبعا في الوجه، وإيش كمان يا ربي، وإنها تنقي البشرة من الكلف، تشيل مع الاستمرار، ما في شيء يعني يشيل من أول مرة، مع الاستمرار تشيل تنقي البشرة من الكلف وتشد البشرة. كمان هذه ميزة جدا جدا مهمة، إنها تنقي البشرة وتشد البشرة. زي مثلا يكونوا بوزن كبير وينحفوا فجأة، أو يسووا رجيم، أو يسووا أي حاجة وسيلة التنحيف، برضها تساعدهم لمارسوا رياضة، كمان برضها تساعدهم في شد البشرة، وإنها كمان تعالج التجاعيد المترهلة، تعالج التجاعيد المترهلة، وأيضا كمان تضيق المسام، تضيق المسام، طبعا المسام بالوجه، تضيق المسام. وهذه هي كانت فوائد، انتوا كمان ابحثوا بجوجل وشوفوا ايش فوائد النيلة المغربية الزرقاء للتفتيح لون البشرة. وهذا مكون حبايب قلبي، شوفوا لقيته، تلاقوا أكيد عند العطارين، بس يكون عطارين موثوق يعني من مصدره. طيب نجي للمكونات الموجودة عندنا عشان نعمل مقشر النيلة الزرقاء. كيف نعمل مقشر نيلة الزرقاء في البيت إذا ما تواجد عندي؟ طيب بالمنزل يكون مخلص. أول حاجة يا حبايب قلبي لازم يكون عندنا أكيد شيء أساسي، اللي هي بودرة النيلة الزرقاء. بودرة النيلة الزرقاء لازم تكون شيء أساسي، إنها متواجبة لأن هي الأساس. ثاني حاجة أكيد اللي هو السكر. كيف إنه مقشر يقشر البشرة؟ لازم إنه تكون في بلورات مثلا زي السكر. ثالث شيء المكون اللي معانا اللي هو زيت الزيتون، اللي هو زيت الزيتون. بعدين اي زيت عطري انت حابه. اليوم انا حابه احط زيت اللافندر، حابه احط زيت اللافندر او زيت الورد او اي زيت انت حابه تحبي تشميه لما تشطي في جسمك في النهايه. خلاص حبايب قلبي عرفت المكونات اللي هي النيله الزرقاء، السكر، الزيت الزيتون. بامكانك تستبدلي بالزيت المر او الحلو اذا كان للوجه، المر للجسم والحلو طبعا للوجه، هذه معلومة اكيد انكم تعرفوها. واي زيت عطري انتو حابين. اول شيء نبدأ بخلط المكونات ويلا بينا. اول مكون عندنا لازم نحط السكر، وانا زي ما قلت لكم على حسب الكمية اللي انتي تحتاجيها، الاسبوع، الأسبوعين، الشهر، بإمكانك تخليه ويظل زي ما هو المكون. أول حاجة نحط السكر ونخلط مع بودرة النيلة المغربية الزرقاء، بس فقط يكفي. أول شيء لازم نخلطهم تمام والتمام.
وبعدين لا يغرك انه لونها فاتح، لا يغرك انه لونها فاتح. كمة تخليها ما تستخدميها، هو يفضل انك ما تستخدميها على طول. شوفوا صبغت على طول. كمة تخليها فترة احسن تتعتك، كلمة تتعتك من عندي يعني على ان يعني كمة طول مدتها، كمة تعطيكي فوائدها اكثر، عرفتوا؟ تغمق، عرفتوا؟ تصير مرة مرة لونها كحلي غامق، كحلي كذا بحري. نحط ربع زيت عطري، ربع زيت عطري اذا احتجت ازيد، لاني انا ما ابغى كميه كثيره. بنات ترى كم يكون السكر يكون اللي حبته خشنه احس افضل بالنسبه لي انا، لانه كم تخليه يتعتق، كم يشرب زيت ويمتص من بودرة النيلة المغربية الزرقاء. لازم انك تعتقيها بالزيت مظبوط، وزي ما قلت لكم شوفوا دحين لونها غامق، لونها سوري عفوا لونها فاتح. انا ازيد زيت شوية، لونها فاتح. بس كمة اخليها كذا يوم او تسويها بداية الاسبوع مثلا زي كذا، واستخدمها مثلا نهاية الأسبوع للروتين القوي حق الجسم. إيش بيصير تكبكب على جنب؟ طيب دحين إحنا خلصنا مرحلة السكر ومرحلة الزيت الزيتون ومرحلة بودرة النيل المغربية. أول شيء يعني المواد الجافة مع بعض، بعدين السائلة. دحين أبغى أحط من الزيت اللافندر. إذا تحبوا مركز تكثروا، تحبوا قليل تخلوه عادي على كميات قليلة. للأمانة زيت اللافندر مرة قوي، اللي ما تتحمل الروائح القوية لا تشتري زيت اللافندر، تشتري الخزامة. ريحته مرة جدا جدا ترى نفاذة، تمسك حتى باليد كمان، فما بالكم الجسم ومع المقشرات. وهذا صار عندنا مقشر النيلة المغربية الزرقاء زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم كمة تخلوه يتعتق اكثر، يجلس فترة اكثر او مدة اكثر، كمة لونه يغمق بإذن الله. أنا رايحة أوريكم إياه بعد كذا فيديو، مو الفيديو الجاي، بعد كذا فيديو أوريكم كيف لونه، لأن أنا حاليا ما راح أستخدمه، أبغى نين يعني يكون مقشر فعلا معتق للبشرة. ودحين أجهزه لكم وتشوفوا النهاية. وصار معانا يا حبايب قلبي المكون او المقشر، شايفين الجمال؟ شايفين كيف؟ وزي ما قلت لكم كمة تخلوه فترة اطول، كمة لونه يعطيكي لون جدا جميل زي كذا، تحطيه
على فكرة في نقطة أنا ما قلتها لكم في جميع الصابونيات أو المقشرات اللي عملتها. إذا تستحمي لا تجي أي نقطة موية على الكمية اللي أنت سويتيها. إذا الكمية حقت استحمام واحد أوكي عادي، خذ بيدك وسوي جسمك، سوي وجهك أوكي. لكن إذا تسويتي كمية كثيرة وتيجي نقطة موية على أي خلطة أنت عملتيها حتخرب. قلت لكم هذا الكلام من صميم قلبي، انتبهوا لهذه النقطة. إذا أنت عاوزة خلاص تغرفي بصحن، تغرفي بأي حاجة الكمية اللي تكفيكي، هذا إذا سويتي كمية كثيرة. لكن إذا سويتي كمية قليلة يعني حق استحمام واحد أوكي ما في مشكلة، إذا جات لينك خلاص حتخلصي بنفس الوقت وبس. والله يا حبايب قلبي كان معاكم هذا المقشر اللي هو مقشر نيلة المغربية. النيلة المغربية في أنواع كثيرة، مو شرط تعتمدوا على هذه الشركة لتفتيح لون البشرة. للأمانة أنا عندي الجاهز المشهور إن شاء الله بإذن الله أصور لكم إياه، بس أنا عجبتني الفكرة اللي ما تقدر مثلا تجيب نفس المقشر الجاهز، خلاص هي تقدر تعمله بكميات قليلة على حسب الأسبوع على حسب الشهر اللي تبغى تفتيح، طبعا تستخدمه كل نهاية أسبوع وبس. والله حبيت أشارككم بموضوعي هذا، كيف نعمل مقشر النيلة المغربية للتبييض وللتفتيح. وطبعا تبييض وتفتيح ما هو بيوم وليلة، أكيد مع الاستمرار ومع الأيام ومع الشهور حتى تبان النتيجة. ولا تنسوا حبايب قلبي، لا تنسوا يا حبايب قلبي إنكم تشيروا قناتي وإنكم تحطوا اللايك. اللايك لازم ضروري بالنسبة لنا إحنا لننتج المحتوى أو لننتج الفيديو. اللايك والشير اللي هو الاشتراك، وكمان تكتبوا لي تعليق يرفع معنوياتي، يخليني أتقدم أكثر ويخليني القناة تكبر كمان زيادة بإذن الله. أتوكلت أنا على الله وصرت أنزل لكم فيديوهات. شجعوني شجعوني شجعوني، قولوا لي استمري يا منيرة، قناتك جدا جميلة، أعطوني كلام جميل جميل جميل، لأن ما تعرفوا مسؤولية الفيديوهات اللي أنا أنزلها. كل صاحبة قناة ترى تحس في مسؤولية على عاتقها كأنها زيها زي الوظيفة. أول شيء إنها تحترم المشتركين اللي حبوا قناتها، اللي شجعوها، اللي يستنوها من يوم اليوم، واللي ما تنزل مثلا من يوم اليوم، تنزل من أسبوع في الأسبوع مرة مرتين ثلاثة بس. كما القناة تكبر ويزيد عددها، تزيد على المصورة أو صاحبة القناة المسؤولية، تصير على عاتقها. أنتوا يمكن تاخذوا الكلام، يمكن تاخذوا عادي، إيش هي قاعدة تصور عادي، كل الناس تصور. لا والله أنتوا ما تحسوا بصاحبة القنوات أو بصاحبة القناة الجهد والضغط والمسؤولية وثقة المشتركين. هذه أكبر أهمية إني أنا أحترمهم وإني أنزل لهم، لأنهم يستنوني بفارغ الصبر، يستنوني بفارغ الصبر. أنا بالنسبة لي إذا حبيت قناة، والله والله إذا حبيت روح صاحبة القناة ونفس صاحبة القناة، خلاص استناها متى تنزل الفيديو، الساعة كم هي متعودة تنزل الفيديو. بإذن الله أنا حلتزم بساعات إني أنزل الفيديو. أنا عشاني مبتدئة لسه، في ناس يقولوا لي نزل الصباح، وفي ناس يقولوا لي لا خلاص على الساعة 7، في ناس الساعة 8، ما أدري أنا متى عدد المشاهدين يكونوا حاضرين في نفس قناة أو بنفس اليوتيوب وبس. والله حبايب قلبي هذا المكون المقشر كان معايا
اليوم معاكم، عملته معاكم بكل حب وبكل ود وكل احترام. زي ما انتم شايفين، شايفين الجمال. تخيلوا لو انه كمية مرة كبيرة او كمية كثيرة ويقعد لك كذا شهر انك تحافظ عليه. اهم شيء انها ما تجي اي نقطة موية عليه. ودمتم بخير ومع السلامة.